من خلال هالأغنية كارلوس عزار من حوالي الشهر كان أعلن عن إصابته بكورونا، ومن بعد ما أعلن عن شفائه نحن تواصلنا معه والتقيناه بلقاء جدا مميز، والسبب بتعرفونه بعد لحظات. كارلوس أول شيء بدي أقول لك الحمد لله على السلامة. Finally التقينا بهاللقاء يلي كنا عم نحضر له من زمان وتفاجأنا بكورونا. إيه شو بدنا نعمل يعني، هذه شغلة أقوى منا. 12 يوم بالبيت مش كتير لذيذين، بعيد عن الدنيا كلها، بعيد عن الأهل. يعني اشتقت اجي اكل طبخ من ايدين امي عندها بالبيت، اشتقت العب طاولة انا والبابا. وبهالزيارة الاولى لبيت اهله نحن حبينا نرافقه فيها، حطيتهم بالجو. صباح الخير. واخيرا في سلم عليه قبلك. صباح الخير. صباح الخير. سلم. كيفك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. حبينا نعملكم زياره لنشوفكم، نتعرف عليكم اول شيء عن قريب، ونشوف هالعلاقه الحلوه بينك وبين كارلوس. كيف صار؟ جايين على بيتكم خيي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. وحسن الضيافه ما يكمل من دون القهوه. خبرني شوي عن هالعلاقه انت والوالد. مش منيحه شو بدك تعرف؟ قل لي يعني، بينصحك؟ كان داعم لدخولك الفن؟ حذرك؟ شو اول شيء؟ لا، ما كان بده. بالاول لا، استاذ جوزيف كنت رافض انه يفوت على دومين الفن. الموضوع مطرح ما انتهى بالاخذ، عمل ترمينال بمعهد عنتورة. هونيك انا بدي حيده عن الدومين اللي نحن ماشيين فيه، انه الوضع ما بتعرف يعني. نحن انا بلشت من مطرح ما تم تتويج الفنون، يعني مهرجانات بعلبك وفيروز والاخوين رحباني والدنيا كلها سوا، الدنيا كلها سوا مفتوحه. صح. بقى خفت انا ما يكون مجاله بيسمح له يعيش اللي انت عشته، يعني انه مبدئيا كان في مجد كان في مجد فني عظيم. طب كان في خوف وقلق، واللي هو خوف الاهل وقلق الاهل، بس انه كنت انا شايف الموضوع بغير مطرح. هن كانوا شايفينه شوي انه لانه انا اختصاصي هو التمثيل المسرحي والاخراج المسرحي، يعني اذا ما في مسرح كانوا نحن قعدنا بلا شغل. ايامي انا بلشت تفتح الانتاج التلفزيوني، تقديم البرامج، بس انا ما بلومهم لانه هن ولا مره كانوا اصلا بيعرفوا اذا انا عندي هالموهبه ولا لا. يعني انا ما كنت من هول اللي بيمثلوا بالمدرسه او بيغنوا بالمدرسه، ماشي فجاه هيك اوت اوف نوير في شخص فايت على المجال الفني. بس الواحد يفوت على الدومين، خاصة دومين التمثيل والفن، بياخدوا هذا الدومين كتير من حياته الخاصة والعائلية. انت كيف محافظ على العلاقة بينك وبين الوالد، خاصة انه هلأ يمكن هو بحاجة لانه تكون موجود حده؟ مش بس بياخدوا، اوقات بيأثر في مطارح، بيصير يأثر يعني. مش مع الاهل، انا مع الاهل ما بقى. انا بيتي بعيد منهم 3 دقايق يعني. كل يوم مفروض اقطع، اذا شي نهار ما قطعت بصير في زعل. مش بس في زعل، في مطالبه. بصير مثلا امي مثلا، طب انا لمين طابخه؟ بكون انا بالتصوير يعني، و600 الف خليقه على السات وكلهم يلا ويلا. طب انا لمين طابخه كوسه محشي؟ طب شو بعمل؟ بترك التصوير بروح باكل كوسه محشي يعني. ف معودين هيك يعني، انه كل يوم بدي اقطع لها. وبس يقطع ويكون عنده وقت مثل اليوم، القعده بتكمل بلعب الطاوله مع والده. هيدي الطاوله من قبل ما خلقت، ما بعرف ألعب طاولة إلا بهايدي. هوديك جداد وخبار ما بحبهم هايدي. وكل الهدايا أستاذ. وكل الهدايا اللي كانت تصلي اهدية أنا، وخلي هايدي هاي أنتيكتي. خليها عندي، خبرهم عادة غير مين بيربح. خبرهم عادة مين بيربح. اللي زهروا منيح. اللي زهروا طيب بيربح. ما بيعترف. ولا ممكن يعترف. لا أوقات هو أوقات، بس لا. أغلبية الأوقات أنا صراحة يعني. قبل الكورونا في 6 جولات ربحتهم أنا. إيه. بعدين السابعة ربحها هو، قال لي شفت السابعة والثامنة والتاسعة، ما الوراق موجودين. أنا شو بعمل؟ بصورهم للوراق وبخليهم إذا في حال جرب. تفضل. لا كثير. كثير هالقد.
عم بيلعب مع معلم شو بعمل اعتزلت ولنطلع كارلوس من مود الخساره حبينا ندردش معاه عن اعماله الجديده. بدي احكي شوي عن الاعمال. شو في شيء جديد هلا عم يتحضر؟ لانه حكي انه في عمل جديد كتير كبير وفي سفر، فخبرنا شوي. في عنا تصوير هلا عم نصور مسلسل برات لبنان، مسلسل كبير من 90 حلقه مع مجموعة من النجوم اللي أنا شخصياً بحبهم كتير من لبنان ومن سوريا. ومن بين النجوم المشاركين بهالعمل ريتا حرب اللي من مدة تعرضت لحادث، وبوقتها كانت نشرت صورة مع كارلوس علقت عليها، ما كنت بعرف إنه هالقد حنون. ما كان في ظرف يبين هذا الشيء. يمكن الحادث على الرغم من إنه هو كان شيء كتير مزعج على مستوى ريتا وبوب مكرزل كمان يلي اتنيناتهم تضرروا، أو على مستوى المجموعة أنه كنا بمرحلة كتير قلقانين يعني. فأنت دايما بالمصايب بينحك الإنسان يعني. فأبارنتلي طلعت شيء منيح، ما تركتها ولا لحظة لريتا يعني. وريتا وفريق العمل كله مستمرين بتصوير حلقات المسلسل اللي كارلوس خبرنا شوي عن دوره فيه. دوري إذا بدك هو نكهة المسلسل يعني، هيك أخذته لمطرح. أكيد كتابته مساعدة، تركيبة الدور هي بالأصل مساعدة، بس أنا إذا بدك هيك عم سوقه لمطرح مختلف، لأنه دايما بجرب أنا من خلال الشخصيات اللي بلعبها لقي لها هيك تريكس يعني، عم نتسلى. وإلى جانب هالمسلسل قائمة أعمال كارلوس عديدة. في عندي هلأ مسلسلين بدنا نشوف كيف بدهم يتزامنوا يعني. في شيء ب يعني أيلول، في شيء بحزيران، وفي شيء بشهر 4. ففي 2 منهم بدنا نشوف كيف بدهم يتزامنوا مع الشغل. ومن الأعمال الثلاثة قدرنا نعرف تفاصيل عمل واحد. في مسلسل عملته في منه جزء تاني، لغز الأقوياء. سو في جزء تاني من لغز الأقوياء إن شاء الله. أي متى؟ قريبا. اوكي، ونفس الممثلين راح يكونوا موجودين ولا في تعديلات بالقصة؟ يمكن يغيروني لإلي. اما المفاجأة اللي محضرها كارلوس فهي عودته للغناء بعد انقطاع لثمان سنوات. كنت مضطر اعمل بوز يعني لعدة اسباب. ادارة الاعمال الجديدة مصرة على هذا الموضوع. إليان الحاج بدك تغني، ما فيك يكون عندك هذا الصوت ما تغني. وأنا يعني مثل كأنه عم بتشجعني على شيء هو الباشن تبعي يعني، مش أنه مش بحاجة لتشجيع، بس أنه الظروف هلأ أفضل. والظروف الحين سمحت أنه يقدم أغنية فيوجن بين شغلات وشغلات. موضوع حلو كتير، موضوع مش معقول يمرق حدا ما يمس فيه هذا الموضوع. رومانسي بيمس بكل العالم، رومانسي حياتي، شيء منعيشه كلنا. ومن بعد ما عرفنا جديد كارلوس كان ضروري نرجع عند والده جوزيف عزار بعد ما عرفنا أن عنده مسرحيتين بنعرضون خارج لبنان. الموضوع محصور بالشاعر الكبير بصدر الإسلام جميل أبو ثينة، وهو من منطقة الحجاز بالمملكة العربية السعودية. شيء كتير حلو شغلينه نحن، هذا بده يتقدم ضمن إطار حفلات الرياض، موسم الرياض. ايه نعم، بدار الأوبرا بالرياض. والعمل الثاني، نعم، ثاني عمل بده يتقدم بدار الأوبرا بمسقط عمان، 3 حفلات. اوكي، والقصة ودورك مختار